اهلا يا سيسو، ازيك؟ الحمد لله. يلا هنشتغل مع بعض. بص هنعمل زي البرج ده، شايف؟ يلا اتفضل اعمل. تمام. بص هنعمل ايه كمان؟ نعمل كده وبعدين كده، شايف؟ بص كويس. يلا اتفضل. نعمل كمان شكل تاني. بص تمام. يلا تمام. كمان الطفل اول ما بيلتحق معانا مهم ان هو يعمل اختبارات للذكاء واختبارات للغه. اللي حاليا انا عملته مع الطفل هو اختبار للذكاء عشان اتعرف على قدراته المعرفيه واتاكد ان هي في المدى الطبيعي علشان قدراته تلائم البرنامج اللي بنقدمه في الحضانه. ودلوقتي هنستكمل معاه الاختبار. يلا يا سيف. هنحطهم مكانهم. تمام. جمعية نداء من زبدية إنشائها في سنة 1997 كان هدفها مش بس تنمية اللغة والكلام لدى الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، كان هدفها الحقيقة دمجهم في المدارس النظامية. وبالتالي ليه؟ لأن هم فعلا قادرين على ذلك طالما أنهم غير مصاحب لهذه الإعاقة إعاقة أخرى. وبالتالي الحقيقة ده كان هدف، يمكن كان قبل ما يبقى الدمج على هذا المستوى من الانتشار الفكري في جمهورية مصر العربية. ولما استفدنا الحقيقة من الخبرة اللي جم من جامع الزغرب في كرواتيا وفعلا ادونا أسس مختلفة عن اللي كان موجود في جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت، وإحنا أضفنا عليه الحقيقة، وبالتالي حطينا برنامج شامل متكامل نقدر من خلاله ان احنا نحقق هدفنا ده. طبعا الهدف ده عشان يتحقق كان لازم ليه إدارة جيدة، مش جيدة بس، ممتازة الحمد لله، كنا وما زلنا الحمد لله فريق عمل حقيقة على مستوى عالي من الحرفية والمهنية والعلمية. وبالتالي كنا حريصين جدا ان احنا ننتقي الاخصائيات او حديث التخرج حتى، لان احنا قدرنا ان احنا ندربهم بحيث فعلا انهم يكتسبوا المهارات اللازمه لتحقيق هذا الغرض. معظم ما كانش الاغلبيه العظمى من المراكز التاهيليه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت كانت الحقيقه بتبقى اغلبيتها بيعتمد على الجلسات الفرديه. وطبعا الجلسات الفرديه لا تحقق النمو السريع لاكتساب اللغه والكلام، وكان وده اللي كنا حرصنا عليه. وابتدينا فعلا نحط البرنامج الخاص بينا وتميزنا وبنتميز بيه، واللي حصل له تطورات الحقيقه على طوال المرحله 23 سنه دول حصل له تطورات كبيره جدا بمساعدة الفريق الحالي الموجود بأكثر شمولاً وعمقاً، بحيث أنه فعلاً نقدر نواجه التطورات والتغيرات اللي حصلت سواء في البرنامج الأكاديمي أو التعليمي اللي في المدارس، لأن زي ما قلنا إحنا هدفنا أن الأطفال دي يلتقوا بالمدارس النظامية وليس مدارس التربية الخاصة طالما أنهم لديهم هذه القدرات. الحاجة الثانية أن إحنا زي ما بنقول أنه بنحط البرنامج مش يوم بيوم او شهر بشهر او سنه، برنامج بيتحط من بدايه السنه التاهيليه ونضيف عليه ونعدله في كل سنه.
خاصة إنه دخل عامل جد مهم جدا ما كانش موجود منتشر ساعتها اللي هي زراعة القوقعة.